السلام عليكم اصدقاء. في هذا الفيديو غادي نطرقوا او لا غادي نديروا لا ميز اون فورم كونديسيونيل، يعني هاد لي ريزولتا اللي عطانا او النتائج اللي هي ادمين و ادمي. عندنا ليست طويله، بغينا يعاوننا اكثر. دابا هنايا عندنا كلهم يعني نفس الالوان، نفس الخلفيه. غادي نقولها اوتي، غادي يعطينا لي ادمي، يعطيه لينا بالخضر، التكست يكون بالخضر وهاد لو فون يكون تا هو خضر، او لي نو ادمي يكون لو فون بالاحمر والتكست بالاحمر. اول حاجه غادي نسيليكسيونيو هاد لا كولون ديالنا هكا، وغادي نمشيو ميز اون فورم كونديسيونيل اختيار الاول، ونضغطو التكست كي كونتيان، يعني عندنا التكست نخدمو على التكست ماشي رقم. غادي نقولو ليه ادمي، نكتبو عليه، نقول ليه امبليساج فيغ افيك تكست فيغ فرونسي، نديرو اوكي. مزيان، هو عطانا كلشي، حيت كلشي فيه ادمي. غنعاود نختارو تاني، نمشيو للونجلي لغيكل ميز اونتي فريونس دي سيزيل، وغادي نمشيو تكست كونتي، وغادي نديرو نو ادمي، نو ادمي، ونقول ليه غومبليساج روز كلير افيك مزيان. اوكي، وهكا تنكون حصلنا على تسليق بريونس كاينة هايا بالخضر، وهادي اللي بالحمر راه هما اللي ما كيعطينا، يعني يكون باين وواضح. هادو بالخضر هما راه ادمي، كلهم ادمي، لينو ادمي راه بالحمر. هادي هي الطريقة ديال لا ميزون فورم كونديسيونيل. هنا خدمنا بالتكست، التكست باش خدمنا ادمي و نو ادمي. كنتمنى يكون الفيديو باين وواضح بالنسبة لهاد الخاصية هادي. نتلاقاو في فيديو اخر، مع السلامة.